السلام عليكم. عندنا مثال 1-4. هذا المثال مأخوذ من أمثلة الكتاب، من أسئلة الكتاب. عرفت درجة الحرارة تي ستار بالمعادلة تي ستار بتساوي A ثيتا تربيع زائد B، حيث A و B ثابتان، وثيتا هي درجة الحرارة التجريبية المقاسة باستخدام الميزان الزئبقي في المثال 3. يعني خلينا نحكي ثيتا هي عبارة عن في المثال اللي قبله هذا، ثيتا هي درجة الحرارة التجريبية المقاسة باستخدام هذا الميزان اللي هو في هذا المثال، طبعا تقاس بالكلفن اللي هي ثيتا اللي هي درجة الحرارة التجريبية. طبعا استخدم اللي هو ثيرمومتريك بروبرتي لإيجاد هذه الحرارة، هي ارتفاع عمود الزئبق اللي في المثال، اللي هو حكينا لما يكون ارتفاع عمود الزئبق 5 سنتي بتكون عند درجة الحرارة نقطة الحرارة الثلاثية، ولما يكون حسبناها عند 6 سنتي وحسبنا عند درجة غليان الماء كم بيكون اللي هو ارتفاع عمود الزئبق، اللي هو احسب ارتفاع الزئبق عند نقطة البخار اللي هي طلعت معنا 6.83 إذا بتتذكروا، أو 6.84 كما مكتوب هنا. فهذا المثال استخدمنا درجة، عرفنا درجة حرارة جديدة زي ما شفنا، اللي هو فيه بتقدر انت تختار اي سكيل بدك اياه لدرجات الحرارة، وبتعطيه اسم زي الفهرنهايت، زي الرانكن، زي السلسياس. فمثال طبعا هذا مش مستخدم، هو هاي درجة التي ستار، بس لنفرض انه في درجة حرارة تعريفها الرياضي هو A ثيتا تربيع زائد B، حيث A و B ثابتان. بدنا نوجد قيمة الثابت اللي هو A و B في المعادلة المعطاة في السؤال. خلينا نحكي إذا كانت تي آي، يعني تي آي ستار اللي هو بتساوي زيرو عند نقطة الجليد، وتي الآي طبعا اللي هي الآيس درجة حرارة التجمد تساوي زيرو باستخدام لهذا المقياس، ودرجة الستيم اللي هو تي اس اللي هو عند نقطة البخار بتساوي 100. إذا عرفنا هذول الحرارتين اللي هي نقطة البخار 100 ونقطة الجليد 0، فأوجد الثابتين اللي في المعادلة. النقطة باء اللي هي جد قيمة تي ستار عندما يكون ارتفاع عمود الزئبق اكس 7 سنتي. ثلاثة جد ارتفاع عمود الزئبق عندما تكون التي ستار بتساوي 50، 50 باستخدام يعني 50 درجة، هاي انه تي ستار بتساوي 50. اخر مطلوب انه مثل علاقة بيانية بين تي ستار واللي هو اكس اللي هو اللي هي خاصية اللي هي ارتفاع عمود الزئبق. هسه بنيجي نطبق على المعادلة، معطينا طبعا ثيتا عند الجليد، احنا بنعرف ثيتا عند الجليد وبنعرف ثيتا عند البخار، اللي هي عند الجليد 273.15 وعند البخار 373.15. فاحنا بنطبق تي اي عند الزيرو عند الايس بتساوي زيرو، وتساوي حسب المعادلة A ثيتا تربيع، A في ثيتا اللي حكينا درجة الحرارة في الكلفن اللي هي عند الايس بتساوي 273.15 تربيع. هذول طبعا معادلتين مجهولين، طبعا بنطرح المعادلتين من بعض، البي بتختصر مع البي، بصير عندنا 100 بتساوي A في 373 تربيع ناقص اللي هو 273 تربيع. طبعا لو استخدمنا الكالكوليتر اللي موجود عندي هنا حتى نطلع الثابت A و B، فخلينا نستخدم مثلا حتى نطلع A اللي هي 373.15 اللي هي تربيع ناقص 273.15 الكل تربيع يساوي، ظل طبعا حاصل طرح المعادلة الثانية من الأولى، البي بتختصر مع البي، الطرف هذا بيعطيني 64630 A بتساوي 100. فإذا الـ A شو بتساوي؟ 100 تقسيم هذا الرقم، فبنطلع مقلوب هذا الرقم وبنضربه في 100 ضرب 100 وتساوي، بيطلع معنا الجواب اللي هو نفس هذا الجواب اللي موجود هون، نكتبه بصيغة اللي هو significant figures اللي هو 1.1، هي اللي هون موجود عندنا 1.547 في 10^-3، 1.45. طبعا بعدين بنعوض بأحد المعادلات حتى نطلع الثابت بيه، يعني لو عوضنا بالمعادلة هاي طبعا A معنا وال273 تربيع،
بتكون بي هي مقلوب هذا الرقم، طبعا بيكون بالسالب لانه هذا لما الطرف هذا ننقله للطرف الاخر بصير سالب، اذا بي سالبة زي ما انتم ملاحظين هون، بي بتطلع اللي هو ناقص 115.4 كلفن. لاحظوا انه وحدة البي هي نفس وحدة الكلفن، وحدة الاي هون الاي هي عبارة عن كلفن على كلفن تربيع، على كلفن على كلفن تربيع او كلفن قوة، مش هي المفروض كلفن قوة ناقص واحد وليس قوة ناقص اثنين، كلفن قوة ناقص واحد للوحدة. ما بهمنا الوحدات، المهم احنا طلعنا الثابتين A و B في المعادلة حتى تعطينا درجة الحرارة المعنية. طيب بالنسبة هسه لما انا بدي اوجد عند 7 سنتي، بدي اوجد درجة الحرارة T ستار عند 7 سنتي، لاحظوا هون المفروض انا احط ثيتا. هسه في علاقة بتربطني ما بين ثيتا واكس اللي هو ثيتا على ثيتا 3، لانه ثيتا 3 هي درجة الحرارة الثلاثية، ثيتا على ثيتا 3 بتساوي اكس على اكس 3، واحنا طلعنا في المثال السابق اللي هو اكس 3 بتساوي 5 سنتي. فهون شو بنعمل؟ بنطبق مباشرة مكان الثيتا اللي هي حق زي ما حكيت لكم اكس على اكس 3 ضرب ثيتا 3، اللي هون بنحط زي ما راح نشوف في المعادلة اللي شايفين. طبعا هون يعني ثيتا اوف اكس المفروض هاي ثيتا على اكس 3 ثيتا على اكس 3 او ثيتا 3 على اكس 3 في اكس، حتى نطبق مكان ثيتا اللي هو ثيتا 3 على اكس 3 في اكس تربيع. ثيتا 3 اللي هون مكتوب ثيتا عند ال 5 سنتي، كانت عند ال 5 سنتي اللي هي هون درجة الحرارة الثلاثية، ثيتا 5 اللي هي درجة الحرارة الثلاثية اللي هي 273.16 على 5 سنتي الكل تربيع ضرب 7 تربيع، لانه احنا بدنا درجة الحرارة عند 7 تربيع. فلاحظوا هون ضربناها بالثابت A اللي طلعناه من البارت الاول A، يعني احنا بدنا نطبق A في ثيتا تربيع زائد B. A طلعناه في البارت الاول، ثيتا حكيت لكم هو معطينا X، والتحويل من X لثيتا تابع للمثال 1-3 اللي هو خلنا اذكركم فيه المثال 1-3، حتى تطلع انت ثيتا عند السبعة بدك تحط هون ثيتا عند السبعة بتساوي ثيتا عند الفايف اللي هي درجة حرارة الماء عند النقطة الثلاثية، لأنه معطينا بالسؤال إنه عند نقطة الماء الثلاثية اللي هي نقطة ثلاثية تبعت الماء اللي مقدارها 273.16 بيكون ارتفاع عمود الزئبق قديش؟ 5 سنتي. فحتى نطلع ثيتا 7 بدال ثيتا 6 هون بيكون عندي ثيتا 5 على اكس 5 في اكس 7، فبتكون عندي 273.16 في 7 على 5 الكل ايش؟ تربيع. فهنا لاحظوا هنا حطينا مكان الثيتا 7 كل هذا الكلام في المثال اللي هون، مكان الثيتا 7 حطينا ثيتا 5 على اكس 5 في اكس 7 واللي هي 273.16 تربيع على 5 في 7 تربيع، هذا كله اللي هو بيعبر عن ثيتا تربيع. ومن نضربه بالثابت A اللي هو لاحظوا هاي الثابت A اللي استخرجناها في البارت الاول اللي هو 1.547 في 10 ناقص 3 ناقص 115.4 اللي هو الثابت B، ومنها بنطلع الاكس طبعا لانه مطلوب منا قديش ارتفاع، خلينا نحكي قديش درجة الحرارة بتكون عندما بتكون ارتفاع عمود الزئبق اللي هي 7 سنتي. فبتطلع معي الجواب اللي هي زائد 110.85 كلفن، فهي درجة الحرارة اللي معرفينها في السؤال. اذا درجة الحرارة عند 7 سنتي هي 110.85 كلفن. طيب المطلوب رقم جيم بحكي لك اذا كانت الحرارة، سو معطينا درجة الحرارة تي ستار 50، قديش اكس اللي بتضاهيها؟ طبعا بنيجي على المعادلة هاي، معطينا هاي الطرف الايسر معطينا اياها 50، المطلوب احنا منا نوجد ايش اللي هي اكس، هاي اللي هي مضروبة في الاكس تربيع. فشو بنعمل؟ نطرح التي ستار من البي، تي ستار ناقص بي بنقسمها على ايه، لاحظوا تي ستار ناقص بي على ايه، ناخذ تحت الجذر. طبعا هنا بصفي عندي ايش اللي هي اكس تربيع، هنا طبعا عوضنا اللي هو ثيتا 5 على اكس 5، وبدنا نطلع اللي هي الاكس هاي المطلوبة مننا اكس تربيع.
فهنا هي اكس 5 اللي هي 5 سنتي على ثيتا 5 اللي هي 273.16. فاحنا لما نعوض هاي الارقام خلينا نشوف اكس 5، لاحظوا بالمعادله هاي اللي تحت هون اكس 5 5، فهون بنكتب 5 5 تقسيم ثيتا 5 اللي هي 273.16 تساوي هذا الرقم بدي اضربه في تي ستار ناقص بي، فخلينا تي ستار اللي هو حكينا 50 ناقص الناقص 115.4، في قديش بصير عندي اللي هو 165.4. فهون خلينا نحكي نخزن هذا الرقم 183 بالعشرة آلاف. طيب 183 بالعشرة آلاف، هسا أول شيء بدنا نطلع اللي هو تحت الجذر اللي هو تي ستار ناقص بي بيساوي 165.14.4 تقسيم A اللي هي 1.547 للقوة مرفوعة لثلاثة بالناقص تساوي هذا كله بناخذ له الجذر ونضربه في الثابت اللي قبل شوي حسبناه 0.183 ويساوي يطلع مع الجواب زي ما انتم شايفين 5.93، زي ما هو معطى زي ما هو طلع معنا هنا 5.98 سنتيمتر. يعني عندما تكون درجة الحرارة بالنظام اللي احنا اخترعناه هذا 50 درجة، بتكون ارتفاع عمود الزئبق اللي هي 5.98 يعني تقريبا 6 سنتيمتر. هون طبعا بدنا نرسم رسمة بيانية، نختار نحن بدنا نرسم العلاقة هاي اللي موجودة عندي اللي موجودة هون فوق، نختار اللي هو قراءات مختلفة للإكس. عندما تكون الإكس 0 يعني 0 سنتي بيكون زي ما شفنا اللي هو الثابت بي اللي هو ناقص 215.4. بعدين بنعوض الواحد نفس الشيء، بنطبق القياسات 2 3 4 5 قراءات ورسمنا هالرسمة البيانية بين تي وإكس. لاحظوا انه العلاقة تربيعية زي ما احنا ملاحظين انه هنا تي تتناسب طرديا مع اكس تربيع، شايفينها يعني هي رسمة اللي هي الاكس تربيع. فهاي هي العلاقة ما بين تي بالكلفن واكس بالسنتيمتر. المثال اللي بعده، اذا علمت ان درجة الحرارة الثيرموديناميكية لنقطة غليان النيتروجين اللي هو الازوت بنسميه في الطبيعة، النيتروجين بنسميه غاز الازوت، هي نقطة غليانه 77.36 كلفن، احسب مقدارها بالسلسيوس بالرانكن بالفهرنهايت. طيب بالسلسيوس حتى نحسب هاي نحسب هاي درجة حرارة 77 بالسلسيوس لازم نطرح منها 273.15. إذا درجة الحرارة بالسلسيوس درجة حرارة غليان النيتروجين اللي هي بالدرجة المئوية اللي احنا بنعرفها ناقص 195 تحت الصفر يعني سلسيوس ناقص 195.8، يعني درجة حرارة متدنية جدا جدا لدرجة غليان النيتروجين. طيب بدنا نحسبها بالرانكن، هسا احنا بالسلسيوس هي عبارة عن 77.36، هيها 77.36 بالرانكن بالكلفن. لما نحولها لرانكن بدنا نضرب بتسعة ونقسم على خمسة، بدنا نضرب بتسعة ونقسم على خمسة، فبنيجي هون طبعا نلاحظوا هنا كمان في عبارة عن خطأ، مكثر الأخطاء المطبعية في هذا الكتاب، هنا لازم يكون الرقم هذا 77.36 77.36 وليس 73.15، لأنه الدرجة المعطاة عندنا بالكلفن هي 77.36 77.36 هاي الآلة الحاسبة 77.36 اللي هو 36 واضربها في 9.5 حتى احولها لرانكن. يعني دائما من كلفن لرانكن اضرب ب 9.5، من رانكن لكلفن نضرب في 5 على 9، فهنا في 9 تقسيم 5 ويساوي يطلع معي 139 تقريبا 25، فهنا بنعدلها ل 139.25. هذا الرقم لازم يكون 139.25 رانكن.
طيب هسه بدي احولها لسلسيوس، لسلسيوس بنتبع هاي اللي هو هاي عندي درجة الحرارة بالسلسيوس، لفهرنهايت اقصد، بالفهرنهايت بدي احول هذا لسلسيوس، بضربه بتسعة على خمسة، تسعة على خمسة، وبجمع له 32. فلاحظوا هاي اللي هو الرقم 195.8 طبعا بالسالب، مضروبة في 9 على 5 في 9 تقسيم 5، بجمع لها 32، فبتطلع ناقص 320.44. هاي بدها تعديل، ناقص طبعا نفس الجواب 320.44 بس بالإيش؟ بالسالب، ناقص 320.44 درجة فهرنهايت. طيب نيجي عنا على الدرس اللي بعده، هيك طبعا بنكون يعني انهينا تقريبا معظم التشابتر. الاتزان، الاتزان اللي هو الحراري او العمليات، لا الاتزان الثيرموديناميك، ثيرموديناميك اكوليبريم. طبعا خصائص نظام معزول، تتغير خصائص نظام معزول إذا كان هناك فروق في درجة الحرارة بين أجزاء النظام نفسه. إذا النظام نفسه في فروقات بين درجات حرارته بعد مضي فترة من الزمن وكان هذا النظام معزول، تصبح جميع النقاط في النظام إلها نفس درجة الحرارة، بنسمي إنه الجسم في حالة اتزان حراري. طيب هذا أول نوع من أنواع، خلينا نحكي اتزان، اتزان حراري. في عندي إذا تغير الضغط أو شد المرونة اللي هو الإلاستيك ستريس في أجزاء النظام، في عندي بعض أجزاء النظام تتمدد وفي بعضها بتتقلص، آخر شيء ببطل أي جزء من أجزاء النظام لا يتمدد ولا يتقلص، بنقول إنه الجسم صار في حالة اتزان ميكانيكي. يعني لاحظوا أول شيء فروقات بين درجات حرارته بتتلاشى، بنصير نحكي إنه اتزان حراري. أي حركة سواء تمدد أو تقلص في نظام اختفت، بنصير انه نحكي ان النظام في اتزان ميكانيكي. اذا كان النظام يحتوي على مواد قابلة للتفاعل وانتهت هاي التفاعلات بعد فترة زمنية طويلة، نحكي انه النظام في حالة اتزان كيماوي. هسا في عندي ثلاث انواع اتزانات اللي هو حراري وميكانيكي وكيماوي. اذا كان النظام يحتوي على هذول الثلاث انواع من الاتزانات، نحكي انه النظام في حالة اتزان ثيرموديناميكي، انه متزن ميكانيكيا وحراريا وكيماويا، فبنحكي انه النظام في حالة اتزان ثيرموديناميكي. العمليات اللي بروسيسز، العمليات على النظام، في عندي عدد من العمليات على النظام، طبعا هذا عايد نفس هون نفس الشيء معيود. العمليات في عندنا عمليات بنسميها شبه ساكنة اللي بالانجليزي كوازي ستاتيك بروسيس. هاي الكوازي ستاتيك بروسيس اللي هي عمليات يبتعد فيها النظام بكميات لا متناهية في الصغر عن وضع الاتزان اللي هو الاتزان الثيرموديناميكي، وبعدين برد يرجع لحالة الاتزان. فاحنا بنحكي انه العمليات شبه الساكنة او الكوازي ستاتيك بروسيس انه هي عبارة عن سلسلة من العمليات من حالات الاتزان. في عندي اللي هي العمليات غير الساكنة اللي هي نون الاستيك بروسيس، غير ساكنة، او هي اللي هي نون ستاتيك وليس الاستيك، نون ستاتيك بروسيس، يبتعد النظام عن وضع الاتزان. ناخذ مثال، اذا كان في عندي غاز محصور مزود بمكبس اللي هي آلة الاحتراق الداخلي اللي هي آلة احتراق محرك السيارة، اعتبر ان الاسطوانة والمكبس يشكلان حدا اديابيتيكيا، ولنهمل تأثير جذب الارض يكون الغاز في حالة وضع اتزان فيه درجة الحرارة والضغط والكثافة نفسها في جميع نقاطه. يعني بيكون عندي هاي اسطوانة السيارة في حالة اتزان ثيرموديناميكي، لأنه خليني أحكي ضغطه ثابت، يعني لا يوجد عندي أي ضغط، أي حرارة كمان الحرارة متساوية، الكثافة نفسها. هسا إذا ضغط المكبس فجأة، إذا ضغط المكبس فجأة، فإن الخصائص الثلاث سوف تتغير بكمية بتكون غير ساكنة طبعا، يعني مش بالتدريج، تغيرت فجأة، فلذلك درجة الحرارة بتتغير فجأة والضغط بيتغير فجأة والكثافة بتتغير
فجأة. فهاي بنسميها ايش؟ اللي هو نون ستاتيك بروسيس، عملية غير ساكنة، لأنه الجسم ابتعد تماما عن وضع الاتزان. أما إذا كانت العملية، إذا ضغط المكبس برفق لكي يكون انتشار الموجة وتخمي، يعني بدناش يعني ندخل في تفاصيل إنه في موجة اللي هي موجة ضغط، وطبعا واللي بيعمل على يعني خمدان هذه الموجة هي ميوعة السائل والتوصيل الحراري. إذا ضغط المكبس ببطء فإنه النظام بيكون في حالة اتزان ميكانيكي وحراري، يعني بيكون في حالة اتزان ثيرموديناميكي. طبعا أكيد ما في تفاعلات كيماوية في مكبس السيارة حتى يصير عندنا مثلا تفاعل كيماوي. مثال آخر، تسخين النظام. إذا بتسخن النظام من درجة حرارة T1 إلى درجة حرارة T2، يعني كأنك حاط مي على الغاز، أنت قاعد بتسخنها. نقدر احنا يمكننا ذلك بوضع النظام في محيط غير كاظم للحرارة، درجة حرارته 2 T2، يعني زي كأنك انت بتوصل النظام، بتوصله بدرجة حرارة T2 اللي هي مثلا حرارة الغاز. فهاي حرارة الغاز بتسخن اللي هي نقاط النظام بسرعة. طبعا هنا العملية هاي بتكون غير ساكنة، لانه التغير من T1 ل T2 بيتم بسرعة وليس بعملية بطيئة. فهذا التغير المفاجئ لخصائص النظام نسميه عملية غير ساكنة. أما إذا أنت حاب تغير، إذا وضعنا النظام في محيط درجة حرارته T1 وبدأنا بالتسخين ببطء بحيث أن الزيادة في درجة الحرارة تصبح أعلى بقليل من درجة حرارة النظام، فهذه العملية بنسميها شبه ساكنة. يعني المختصر بالكلام، إذا أنت أجريت عملية سريعة بالتغيير، انت عرضت نظام انه تتغير حرارته بسرعة، فهي عملية غير ساكنة. اما اذا غيرت النظام ببطء فبنسميها عملية ساكنة. فها هي بالنسبة لشغلة السكون وعدم السكون في العمليات. هسه في عندي عمليات بتغير فيها احد خصائص النظام. العملية اللي بيكون فيها الحجم ثابت بنسميها عملية ايزو حجمية، بالانجليزي بنسميها ايزو كوريك او ايزو فوليوميك، اللي هو انه ايزو كلمة ايزو معناها ثابت، فايزو كوريك حجم ثابت، او فوليوميك نفس كوريك. طيب عملية تحت ضغط ثابت اللي هو ايزو باريك، حيث البارك بتدل على الضغط من وحدة البار. وعملية ايزو ثيرمال اللي هو عملية تحت درجة حرارة ثابتة، بنسميها ايزو ثيرمال، عملية بدرجة حرارة ثابتة. رح نتعرض لكل هاي العمليات اللي هو ايزو كوريك والايزو باريك لما ناخذ الشغل في الثيرموديناميك. لاحظوا هاي عندي محاور ثلاث، احداثي ثلاثي الابعاد. اول احداثي هو للبريشر الضغط، الاحداث العمودي، وفي عندي الفوليوم، وفي عندي التمبريتشر. فاذا كان الحجم ثابت، لاحظوا الحجم ثابت بنسميه ايزوكوريك، اذا عندي الضغط ثابت بنسميه ايزوباريك، اذا عندي الحرارة ثابتة بنسميها ايزوثيرمال. فهاي بتمثل عندي بالاحداثي ثلاثي الابعاد. اخر عملية من انواع العمليات بنسميها العملية الادياباتية. العملية الادياباتية او الادياباتيك بروسيس هي العملية التي لا يوجد فيها اي تسرب للحرارة بين المحيط وبين النظام. فالعملية الادياباتية كعملية حركة المكبس في حالة الاحتراق الداخلي اللي هي محرك السيارة بنسميها شبه ادياباتية او ادياباتية، لأن العملية تحدث خلال زمن قصير جدا بحيث أنه لا يحدث انتقال للحرارة من النظام أو إلى النظام بين المحيط والنظام، فبنسمي اللي هو محرك السيارة اللي هو محرك أدياباتي. فدائما العملية الأدياباتية معناها أنه الحرارة المحيط بتكون تختلف عن حرارة النظام. العمليات القابلة للعكس والمنعكسة والعمليات غير المنعكسة. العملية القابلة للعكس بنسميها reversible process، أي أنه أنت بإمكانك تعكس العملية، يعني خلينا نحكي زيادة حجم أو نقصان حجم أو زيادة حرارة أو نقصان حرارة أو زيادة ضغط أو نقصان ضغط. إذا بتمشي بالاتجاهين، يعني بإمكانك تزيد الضغط أو تقلل الضغط، هاي بنسميها عملية منعكسة، تزيد الحرارة وتنقص الحرارة منعكسة، وهكذا بالنسبة للحجم. إذا أجريت العملية ببطء شديد بحيث يكون نظام متزن حرارة عند أي لحظة،
بنسميها منعكسة. إذا كان تسرب الحرارة في العملية مقتصرا على أجسام لها نفس الحرارة، خلينا نحكي هاي كلها من شروط العملية المنعكسة، يعني يكون تسرب الحرارة على أجسام لها نفس درجة الحرارة. إذا لم يكن هناك شغل مبدد في العملية مثل شغل الاحتكاك، كل هاي الشرطين خلينا نحكي هذولا أو 3 شروط، اللي هو الأول شيء العملية ببطء، وإنه يكون خلينا نحكي ما في فرق بين درجة الحرارة بين الأجسام وبين المحيط فرق كبير. إذا كان الفرق كبير ما بتكون عملية منعكسة. والشغلة الثانية إنه لا يوجد هناك شغل مبدد بالاحتكاك. كل هاي إذا طبقت الشروط بنسميها عملية منعكسة. فالعملية المنعكسة هي عملية يمكن عكس اتجاهها بتغير لا متناهي الصغر في أحد خصائص النظام. يعني نفرض إنه النظام عند درجة حرارة T1 والمحيط عند درجة حرارة T2. إذا كان انسياب الحرارة من النظام إلى ال إذا كان انسياب الحرارة من النظام إلى المحيط، يعني خلينا نحكي إذا درجة حرارة النظام أعلى من المحيط، تنساب الحرارة من النظام إلى المحيط. وإذا كانت الحرارة من حرارة المحيط أكبر من حرارة النظام، تنساب الحرارة من المحيط إلى النظام. فالعملية بتكون منعكسة وشبه ساكنة. هسا هذا إذا كان عندي فرق في الحرارة يكون بسيط جدا. أما إذا كان الفرق بين درجتي الحرارة يعني محسوسا يعني كبير ما بين المحيط والنظام، بتكون العملية غير منعكسة وغير مستقرة. أما إذا كان الفرق بسيط بتكون العملية منعكسة وشبه ساكنة. طيب إذا افترضنا أن الحد الأدياباتي تدفق الحرارة صغير، إذا كان الفرق بين T1 و T2 محسوس، فإن النظام في حالة اتزان حراري. يعني خلينا نحكي لو كان في فرق كبير بين المحيط والنظام بس في عندي حد أدياباتي، حد يعني اللي هو حد يمنع انتشار الحرارة، حد كاظم للحرارة. اللي هو شو معنى الحد الأدياباتي؟ حد عازل للحرارة، ما بخلي الحرارة تنفقد من النظام أو تدخل على النظام حرارة من الخارج. هاي بنسميه برضو حتى لو كان في فرق بين المحيط والنظام بظل عندي في حالة اتزان، إذا تعتبر العملية شبه ساكنة، إنه التغير في درجات الحرارة بسيط بس بنفس الوقت غير منعكسة. ما بنقدر نعكس العملية إنه نخلي الحرارة يعني تنتقل بالاتجاه المعاكس، لأنه طول ما في فرق بين المحيط والنظام مثلا T2 أكبر من T1، فدائما الحرارة تنتقل من الوسط العالي درجة الحرارة إلى الوسط الأقل درجة حرارة. ما بنقدر نعكس هاي اللي هي الانتقال الحرارة، فبتكون غير منعكسة ولو حتى كان الحد أدياباتي والتغير في درجة الحرارة بسيط. فنقدر نحكي انه هون اخر اللي هو انه كل العمليات المنعكسة تعتبر شبه ساكنة، ولكن ليس بالضرورة انه كل العمليات الشبه ساكنة منعكسة، زي ما شفنا قبل شوي انه عملية شبه ساكنة ولكن غير منعكسة. طيب هذا انتهى هيك الفصل الاول.